اليوم نحتفل بمشاريع تخرج ومشاريع بحثية لطلبة المهن الصحية التي هي حقيقة كبرى كليات جامعة القدس، هي الأكبر. نحن نأمل دائما أن تتطور كلية المهن الصحية بشيء يتعلق بموضوع البحث العلمي، هي جزء من خلق البيئة البحثية. بإذن الله سيكون لها أثر كبير على جامعة القدس. هذه كانت التجربة الأولى لطلبة كلية المهن الصحية، حيث تم تأسيس نادي للبحث العلمي في الكلية يتضمن الطلبة وأيضاً الموظفين من أكاديميين وإداريين داخل الكلية. تم تشكيل لجنة تحكيم حيث قيمت جميع هذه المشاريع وتم اختيار أحسن مشروع وتم تسليمه جائزة أحسن بوستر لهذه المشاريع في كل تخصص. لقد قام نادي البحث العلمي لكلية المهن الصحية لهذا اليوم بالإعداد والتنسيق لليوم العلمي الأول لكلية المهن الصحية، والذي فيه يقوم الخريجون بعرض مشاريع تخرجهم على هيئة ملصقات في معرض يخص هذا اليوم. أنا الطالبة ندى براغيثي والطالبة رحاب عبده، وإحنا طالبات من كلية المهن الصحية دائرة العلوم الطبية المخبرية. اليوم كان بحثنا عن السيرو بريفلنس اوف كوفيد 19 among Palestinian population and blood donors باشراف الدكتوره رانيا ابو سير. الحمد لله قدرنا ان نحصل المرتبه الاولى على مستوى البحوثات. سعيده جدا ان فزنا، وان الحمد لله اثمر تعبنا من الفصل هذا كامل ومن قبله، واحنا نبني نولج عشان نصل لهي المرحله.